أين يستمد اتفاق جوبا هذه القدسية إن صحت العبارة؟ أعتقد أن هذه من نوع التصريحات بتستهدف منشطات الصحف، يعني أنه لا تستطيع قوة أن تحرك، لأن فهي دي مدرسة نافع علي نافع في السياسة السودانية. يعني والأخ محمد سيد أحمد يعني من هذه المدرسة من فترة طويلة، اللي هي المدرسة اللي بتلجأ للعبارات المفخمة. فالاتفاق جوبا هو من صنع البشر ومن صنع السودانيين، وتم بتوافق بين أطراف محددة. هذه الأطراف بإمكانها تعديل أو إلغاء أو ما تشاء في الاتفاق، وبالتالي هذه هي قوة الثورة وقوة الشعب، تستطيع أن تفعل ما تشاء في كل المشهد السياسي. وأعتقد أنه الاتفاق هو بناء قدسيته من احترام الناس له، ومن إقناع الشارع به، ومن إقناع أصحاب المصلحة به. إذا لم تستطيع أن تقنع أصحاب المصلحة بالاتفاق، فيبقى الاتفاق هو مجرد حبر على ورق. ده بخلينا ننتقل طوال إلى أنه هو نفسه في نفس التصريح يتحدث عن أنه المسار لا زال مجمد، ما أتى به من نسب في الثروة والسلطة وإلى آخره لم ينفذ. والآن نحن يعني قبل أيام أكملنا عامين من التوقيع على الاتفاق، بالتالي ده بيجاوب على الأول أنه والله هو الاتفاق تلقائيا على الأقل في جانب مسارات الشمال الوسط الشريف. أعتقد أنه يعني هو كأنه لم يكن يعني نعم. لم لكن بأي جديد يعني. تمسكه بهذه المسارات يدل على أنها هي شيء مهم وعظيم ومكسب يعني، فما الذي حققته هذه المسارات على الأرض حتى الآن؟ وأنا أعتقد أنه واحدة من التحفظات الكبيرة على اتفاق جوبا والنقد الموجه لاتفاق جوبا، اللي هو عالج قضايا ما كان يجب أن يتحدث عنها أو ما كان يجب أن يناقشها في ظل اتفاق ما بين أطراف لا تمثل يعني الجهات اللي بتتحدث باسمها بشكل أساسي، وده بما فيه والحركات المسلحة نفسها. يعني إذا تحدثنا عن الحركة الشعبية، هل الحركة الشعبية تمثل النيل الأزرق بشكل كامل؟ أعتقد أنه الإجابة يعني التلقائية هي ما بتمثل، ولا حركة دارفور بتمثل دارفور، بدليل أنه في النيل الأزرق لا زالت توجد حركات متمردة ما وقعت على اتفاق السلام، وفي دارفور كذلك. أما مسألة المسارات، أعتقد أنها هي يعني واحدة من الأدوات التي استخدمت لإجهاض الانتقال الديمقراطي، اللي هي مسار الشرق، مسار لا 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 الوسط، مسار الشمال. لأنه إذا تحدثنا عن التفويض اللي تم لمحمد سيد أحمد أو لتوم هاجو أو لمجموعة شرق السودان، أعتقد أنه لا يوجد تفويض حقيقي. يعني محمد سيد أحمد لم يحمل سلاح عشان يتم التفاوض معه باسم الشمال، ولا توم هاجو حمل سلاح عشان يتم التفاوض معه باسم الوسط. وبالتالي أعتقد أنه في يعني مشكلة في شرعية الشخصيات نفسها الوقعت على هذه المسارات. أيضا الحديث عن أنه والله 30% للوسط 40% للشمال من السلطة والثروة، أعتقد أنه ده فيه إشكال كبير، لأنك أنت أصلا بتتحدث عن مناطق شهدت حرب، يجب أن يتم تمييزها بشكل محدد حتى تلتحق بباقي ولفترة الوطن محددة ولفترة محددة حتى تلتحق بباقي الوطن. فعندما تقسم البلد لشكل زي ده، أنه كل جهة ما تأخذ نسبة من السلطة وكل جهة ما تأخذ نسبة من الثروة، أعتقد أنه هنا في مشكلة، وكأنك بتهيئ المسرح لانقسامات أو لانشقاقات أكبر يعني. نعم.